وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد عادل اللامي الخبير القانوني. مرحبا بك سيد عادل. بداية، هل سندخل في فراغ دستوري فيما يخص منصب رئيس الحكومة؟ وأين يكمن دور رئيس الجمهورية؟ ومتى يدخل مرحلة التفعيل؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا. لا يوجد مثلا فراغ دستوري في منصب في عملية اختيار رئيس الوزراء، لأن الدستور رسم طريق رئيس الوزراء، وذلك بترشيح من رئيس الجمهورية خلال 15 يوم، يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان لكي يشكل الحكومة هذا الأخير خلال 30 يوما، وإذا لم يحصل على الثقة فيتم اختيار مرشح آخر، وأيضا أمامه 30 يوم ليشكل الحكومة طبعا، وإذا لم يتم اختيار أيضا هذا المرشح الثاني يختار مرشح ثالث لتشكيل الحكومة وهكذا. وهنا يوجد خلل وقطع نهاية سائبة في الدستور، ذلك أنه من المفترض أن تكون المرة الثالثة في حال عدم تشكيل الحكومة يحل البرلمان، وهذا ما محمول به في دساتير العالم اللي تتبع نعم، كما ذكرت سيد عادل أنه في حال استمر الرفض السياسي والشعبي للمرشحين سيكون هنالك مرشحين آخرين. طيب، أيضا في حال استمر الرفض السياسي والشعبي للمرشحين الحاليين لمنصب رئاسة الوزراء، أين ستذهب الأوراق القانونية والدستورية وكيف ستؤطر؟ نعم، يعني أنا باعتقادي ونظرا للظروف الطارئة اللي يعيشها البلد وسقوط أكثر من 400 شهيد وآلاف الجرحى، فعلى رئيس الجمهورية أن يختار هو الشخصية التي تتوفر فيها المواصفات التي يطالب بها الشارع العراقي، شخصية مهنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والقدرة، ويعرض على مجلس النواب ويضعهم أمام الأمر الواقع، لأن الوضع البلد في حال وضع مضطرب وفي حال هياج شعبي، فالمشروعية الشعبية هي التي تعطي رئيس الجمهورية أن يقوم بهذه الخطوة ليقطع دابر المؤامرات الحزبية لاختيار مرشحين قد يكونوا عملاء لبعض الأحزاب. طيب، برؤية قانونية كيف تقرأ الوضع فيما يخص تواصل الخلاف على قانوني الانتخابات والمفوضية، وبالتحديد إذا استمرت الخلافات حولهما؟ أعتقد الآن قانون الانتخابات والمفوضية في نهاياته، الأسبوع المقبل يجب أن يشهد حسم لهذا الموضوع، لأن مطالب المرجعية والشارع العراقي جادة في إيجاد قانون عادل، وأعتقد الآن النية تتجه لاعتماد نسخة لجنة رئاسة الجمهورية اللي كتبت قانون الانتخابات، اللي هو وفق نظام الأغلبية أي بالترشيح الفردي والدوائر الصغيرة، لكن بعض الكتل لا تريد أن تعود إلى الدوائر الصغيرة بل تبقى دوائر على مستوى المحافظة، وهذا خلاف الإرادة الشعبية وخلاف مطالب المتظاهرين والرأي العام أيضا. فباعتقادي ستمضي هذا القانون سيمضي في الأسبوع القادم، يجب أن يحسم. في حال الحسم خلال الأسبوع القادم، كم تحتاج المفوضية الجديدة والقوانين الجديدة من وقت للتغيير الكامل ولانتخابات جديدة؟ نعم، يعني إذا تغيرت خارطة الدوائر الانتخابية قد تحتاج المفوضية إلى 4 إلى 5 أشهر حسب تقديري أنا شخصيا للموضوع. فممكن أن يحل البرلمان يعني قبل شهرين من موعد يعني تشكيل المفوضية وتحديد موعد الانتخابات القادمة، ويصار إلى انتخابات أكثر حرية وأكثر عدالة، مع ملاحظة إصلاح المفوضية وتنظيفها من بعض المفاصل التي المتهمة بالفساد والمتهمة بالفساد السياسي قبل أي فساد آخر. نعم. طيب، كيف يمكن لحكومة تصريف الأعمال التصرف فيما يخص بالقوانين المهمة وبالتحديد الموازنة الاتحادية، باعتبار أنها ستصبح أو أصبحت يعني حكومة تصريف أعمال؟ يعني قانون الموازنة الاتحادية هو من القوانين العملية التي تعتبر ضمن تصريف الأعمال، لأنها
لإدارة المال العام في الدولة. وهنا لسنا أمام إبرام عقد أو تعيين بمناصب معينة، هو قانون موازنة يجب أن يعني يقر. هل ستتوقف إبرامات العقود وشراء ما يمكن شراءه أو التعاقد على أمور ممكن تكون غير ضرورية في ظل حكومة تصريف الأعمال؟ لا بالتأكيد، إبرام الاتفاقيات، إبرام العقود الجديدة، أما العقود المبرمة فهذا تنفيذها ماشي ويعتبر من عملية تسيير الأعمال، أما إبرام عقود كبيرة وليس ضرورية لعملية تسيير الأعمال، هي ما هي تسيير الأعمال؟ هي ضمان الأمن، ضمان التعليم، ضمان الصحة، فهذه قد تحتاج إلى تعاقدات آنية قد يكون متفق عليها مسبقا، أو حتى إن كانت تعاقدات جديدة من أجل الضرورة القصوى فممكن إبرامها من قبل الوزارات المعنية وبمصادقة مجلس الوزراء الذي يقع تحت طائلة تصريف الأعمال. نعم، الخبير القانوني عادل اللامي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.